السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم، كنتمناكم تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غنوجدوا كوبس رائع جدا، اقتصادي لذيذ، هش قطني لذة لا تقاوم الريحة، كنشموها من آخر يعني الدنيا. خليكم معايا تشوفوا إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير ديالو وجميع الأسرار اللي تعطيكم كوبس رائع. وبالنسبة للناس اللي كذلك يبغوا يعني يشتغلوا في هذا المجال فغادي يفيدهم بزاف في هذا الفيديو ان شاء الله رب العالمين. خليكم معايا نشوفوا المقادير طريقة التحضير وعدة اسرار ان شاء الله رب العالمين. بسم الله على بركة الله. اول شيء غنحتاج ليه هو الدقيق ان شاء الله رب العالمين. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض منخول من قبل، غادي نضيف ليه 30 غرام ديال الزنجلان او سمسم بلدي مغسول ومنقي ومحمر. غنضيف ليه 10 ديال غرام شمر و10 ديال غرام ينسون، 8 غرام ينسون، 10 غرام شمر 8 غرام ينسون. غنضيف 120 غرام سكر حبيبات تكون رقيقه، ثم غنضيف 18 غرام خميره حبيبات. غنضيف راس ملعقه ديال المسكه حره اللي انا درتها غير بوحدها بلا سكر، طحنتها غير بوحديتها بلا سكر. ثم غنضيف تقريبا ربع ديال ملعقه صغيره ديال السمن حر، سمن حار او حر، يعطي واحد اللذة رائعة هاد السمن. كنضيف الملح تقريبا نصف ملعقة صغيرة ديال الملح وكيبقى الملح ذوق دائما. وثم غنضيف زيت المائدة 90 مليلتر ديال زيت المائدة، وهنا غنبدا نبسبس داك الدقيق مع الزيت. وريتكم هنايا الماء الزهر غنخليه مع الماء في الاخير. غنبدا ندخل داك الزيت في الدقيق او الدقيق مع الزيت حتى غنرد الدقيق اللون ديالو تقريبا بني بهذه الطريقه اللي كتشوفوا موضح معكم بالاصابع ديالي، ثم كنفركو بين الكفوف ديالي. غتعطينا واحد الحاجه رائعه لهذاك القرص. من بعد غتشوفوا ان شاء الله النتيجه كيفاش غيجي رائع رائع جدا. صافي من بعد ما كندخل داك الزيت جيدا في الدقيق كنبسو جيدا جيدا، صافي غادي نبدا ان شاء الله بالخلط ديال العجين ديالنا. الدقيق شوفوا اللون ديالو كيصبح بني. صافي غنبدا مباشره هنا نضيف الماء الزهر، عندي 40 مليلتر ديال الماء الزهر. وغادي نبدا باضافه الماء الدافئ، دافئ فقط ما يكون سخون، عندي 500 مليلتر ديال الماء يعني نصف لتر. بالنسبه للكميه ديال الماء يعني باش تكون عندكم مضبوطه كتكون نصف الكميه ديال الدقيق هي الكميه ديال الماء، لكن كاين مرات اللي كيكون حالات شاده الدقيق مختلف ولا شيء كتختلف بالقليل ما يعني كتزيد او كتنقص على حسب نوع الدقيق. صافي كنخلط فقط العجين. بعد ما خلطته هي هادي كتكون لينه كتلصق في اليدين ولكن ما كتكونش جاريه بزاف ديك اللي كتعذب، لا كندلكها قليلا ماشي دلك عيب الطريقه الموضحه معكم. فكنجمع ثم كنضرب مع القصريه او سطح العمل، نجمع ونضرب تقريبا جوج ديال الدقائق ماشي اكثر. ومباشره بعد الدلك ديالها غادي نتركها ترتاح، ما غاديش نخليها تختمر، ترتاح غادي ترتاح معايا واحد نصف ساعه تقريبا. غادي نشكلها كويره بين اليدين ديالي ثم نتركها في القصريه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا قصريه يمكن لكم تستعملوا الصحن عمل لكن يكون كبير في الحجم. تركتها 30 دقيقه، من بعد مرور 30 دقيقه ضعف الحجم ديالها ولات العجين رائعه ولينه، يمكن ليا تشكيلها كويرات الان. صافي غنبدا مباشره بتشكيلها كويرات. بالنسبه لتشكيل الكويرات هنا كيبقى لكم الاختيار يعني قداش بغيتوهم. كنفضل من الاحسن ديروا الكويرات تكون صغيره يعني ما تكونش كبيره، من بعد لانها غتزاد في الحجم غتكبر. اذا كان فيها 50 غرام جيده، اللي بغي يدير 60 كيبقى لكم اختيار، لكن الافضل تكون صغيره باش تتعدي من بعد واحد الفوليوم ملي كتخمر وكتخلي لكم المحل ملي كتخمر وكتعطي الشكل زوين وكتعطي كميه كثيره. بالنسبه للناس اللي بغاو يبيعوه كتعطي كميه كثيره. بالنسبه لهذا القرص ف يعني اللي بغى يبيعوه درهم ونص الوحده فجيده، درهم ما يسلككمش لانه ما شاء الله فيه عده اشياء. صافي من بعد ما كورت الكريسات ديالي او القرص ديالي كنكبس بحال هكا باليد ديالي عليهم كنزلهم وتعاود يرجع معاكم لانه عاد مكور، فتخليه من بعد شويه وتعاود تاني تكبسوا عليه باش يجي مبسط ما يجيكمش مكور يعني في الشكل ديالو من يطيب، هو غادي يتنفخ ويعطيكم داك الشكل الرائع. كنغطي وكنخليه يختمر لمده ساعه 60 دقيقه
ثم كندهن بصفار بيضة مع القليل من الماء والقليل من الخل الأبيض والقليل من القهوة سريعة الذوبان. كنخلط القهوة مع الخل والماء هو الأول تكدوب، بعد كنضيف صفار البيض عليهم. كنرش هنايا السمسم للتزيين، السمسم يكون عادي، سمسم البلدي من داك لي شاطليه منه، كي ميكونش محمر من الافضل. وهادو زينتهم بالزرابيع، علاش لا ما نغيبوش، نبقاو دائما نزينو غير بالسمسم، نزينو باشياء اخرى. وزينت كذلك بالكاسوناد او السكر البني، كيعطي واحد القرمشه رائعه جدا في الفوق. وحتى الزرابيع جربوهم غادي يعجبكم بزاف. كذلك تشكلوا الزبائن ديالكم، تعطيهم اشياء مختلفه. كندخلهم الفرن محمى مسبقا على درجه 180 من الاسفل، كنخليو حتى يطيبوا من الاسفل، ثم كنشعل عليهم كيتحمروا من الفوق، وكنخرجهم لكم بالصحه والعافيه. كيجيو رائعين جدا. كنفضل تخليو المساحه بيناتهم باش في الاختمار ما يلصقوش لكم مع بعضياتهم، ويجيو كل وحده منفرده دائريه ما تلصقش مع الاخرى. هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو رائعين، مهما نقول ما غاديش نقدر نوصفهم، فقط ملي غتجربوا غتعرفوا علاش كنتكلم. غادي نشوف معكم الداخل ديالو كيفاش داير، غنقسموه معكم ونجربوا ان شاء الله رب العالمين. هذا الفيديو محتوى في سبيل الله، كنتمنى تشاركوا مع الاحباب والاصدقاء وديروا لايك للفيديو، وتركوا لنا التعليق ان شاء الله مع التعليق ديال الناس اسفل الفيديو. اي استفسار خليه لي في التعليق ونترك لكم الجواب بكل فرح ان شاء الله رب العالمين. غادي نترككم مع تتمه الفيديو وتشوفوا ان شاء الله الداخل ديال القرص ديالنا كيفاش كيجي. قرص دون حليب، دون بيض، دون زبده، قرص رائع جدا. ان شاء الله جربوا ردوا عليا الخبر. خليكم مع تتمه الفيديو، شوفوا ان شاء الله الداخل ديالهم كيفاش داير. كيجي واحد الروعه لا تقاوم، لذتهم رائعه. يعني مهما ديري كميه تكون كبيره، تاكدي ان الزبائن ديالك غادي ياخذهم منك كاملين، او الوليدات ديالك كذلك غادي يحبوهم ويعشقوهم. تحياتي، مع السلامه، نضرب لكم موعد فيديو قادم، الى اللقاء. ما شاء الله تبارك الله، الداخل ديالها كيفاش داير ما شاء الله. رائعين كل معنى الكلمة، عندما أقول لكم ولا أروع ولا أروع. فقط نتمنى أنكم جربوهم مازال. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله كي دايرين من الداخل ديالهم. نقسم معكم هذه اللي غير السكر، شوفوا كاسونا، نجي مقرمشة من الفوق، تجي رائعة. الداخل ديال العشيش، يا سلام، شوف 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 لي الداخل ديالها كيفاش داير، ما شاء الله رائع رائع جدا. نتمنى انكم تشوفوا روعة، ما شاء الله رب العالمين، ما شاء الله ولا روح ولا روح، رائع جدا. نتمنى تجربوا ان شاء الله تردوا عليهم.